لازم تعرفوا ان مهنة المحاماة هي مهنة سامية نشأت من قديم الأذى قبل المحاكم والقضاء، وكانت تعتبر مهنة المحاماة هي المهنة الأساسية في تطبيق القانون وفي تنفيذه. ثم بعد كده تم إنشاء المحاكم المختلطة وغيرها من المحاكم، وابتدى القضاة نفسهم كانوا محامين، تمام؟ والكلام ده من سنة 1911 لغاية 1948، وأصبح من فطاحل المحاماة شيوخ من شيوخ القضاة جميعا. وبلا شك أي محامي جديد لازم قبل ما يعرف أي حاجة لازم يعرف يعني إيه شكل. الشكل هو أهم حاجة، ما ينفعش أكلمك في أي فرع من القانون غير ما تعرف يعني إيه شكل، تمام؟ الشكل الدعوة أو الشكل الإجرائي التنفيذي اللي أنت بتبتدي بيه هو أساس كل حاجة. وفي بعض التركات اللي بتغيب عن بعض السادة المحامين الأفاضل، تمام؟ وده بيكون تمام ملاحظ فيه. ما تعودش نفسك اللي أنت ما تيجي تتعلم أو تتدرب عن سادة محامين أفاضل اللي أنت تاخد الموضوع كممارسة، لا انا بنزل خد الصحيفة دي وديها ادفع رسوم اعمل، لا ما تخش الموضوع كده، تمام؟ ما تخش الموضوع انت بتتعلم تسوق تدي اول تاني، لا قبل ما تسوق اعرف العربية دي جواها ايه ماشية ازاي، تمام؟ لو عرفت الاساس هتقدر تمشي في اي حاجة. لو عرفت مرافعات عرفت اجراءات وعرفت ادق التفاصيل وجميع احكام النقط او احكام الهيئات اللي انشأت، تمام، واللي طلعت حديثا ومؤخرا عن قانون المرافعات والاجراءات وما طبق به هتبقى زي الفل، مش هتفرق معاك اي حاجه. تمام. ونصيحه مني للساده الافاضل اللي عايز يتعلم صح وعايز يبقى محامي شاطر، قرص على نفسك في اول شغلك، موت نفسك. واللي عايز يتعلم اكتر اتعلم مدني. المدني هو ام القانون. دايما ياما تتقال المحامي الشاطر او القاضي الشاطر اللي بيعرف مدني يشتغل اي حاجه، والعكس صحيح، تمام؟ المدني هو ام القانون. وعشان تتعلم صح وتبتدي صح لازم تعرف يعني ايه، ازاي ابتدي على الطريق، ازاي اعرف ازاي انا جاي لي موكل جاي لي في قضية لازم اعرف ازاي ارد عليه، وازاي اجد الثغرة المناسبة، تمام، في الموضوع اللي تقدر تحلي القضية دي، تمام. وقبل ذلك لازم استوفي الشكل، والشكل ده اهم حاجة، ماشي؟ طبعا الغالبيه منكم بيتدرب عادي ومارس في المحاكم، نزلتوا المحاكم بقالكم قد ايه؟ سنتين. طبعا انا بحمد الله بفضل الله، انا مش لو حد فيكم، انا كنت بدرس الحقوق بنها قانون تجاري في سنه ثالثه، وحقوق القاهرة برضو في نفس القانون التجاري السنة الثالثة برضو، تمام، وديت لطنطة اقتصاد، فلحد منكم هنا تمام لو من حازم الجامعات السابقة دي وعرفني أو درست له، تمام، يبقى لي الشرف. تالت حاجة عايزين نتكلم البداية، أنا عايزك تخش ما تيجي تتفاعل تبقى داخل بقلبك جامد فاهم كل حاجة، تمام، مفيش حاجة غايبة عنك، مش محتاج حد يقولك لا. اولا انت 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 قادر اللي انت تولد نفسك بنفسك، تمام، بس عايز تتعب زي اي قاضي، زي اي محامي، زي اي رجل قانون. لو انت في بداية حياتك عرست على نفسك وتعلمت صح وبهدلت نفسك زي بيقولوا كده، تأكد هتطلع محامي شاطر او قاضي شاطر. اما لو خدتها الموضوع مجرد كعمل كاداء هتفضل زي ما انت زيرو. ودايما احنا بنقول لاي
معاون نيابه متعين جديد او محامي جديد او رجل قانون تمام، ابتدي ما تعملش نفسك ان انت راجل جديد، لا هتبقى نفسك راجل قديم عايز تعرف كل حاجه، عايز تفهم كل حاجه، عايز تبدي خطوات كل حاجه، ازاي تبقى تمام، تبقى كونت نفسك تكوين صحيح عشان تكون رجل قانون تمام واقف على اساس صحيح. وعشان نتكلم باي حاجه لازم نتكلم يعني ايه انت جاي لك موكل، اول حاجه الف ب هتقول يا استاذ انا في قضيه فلانه عايز ايه، اعمل لي وكاله. في الوكاله تمام، في حاجه في الوكاله اللي بيبقى بيحذفوا الصلح والاقرار تمام. والنقطه دي خلي بالك لو انت هتحضر في دعوى صحه توقيع او دعاوي لازم يكون فيها الاقرار يبيح ذلك تمام. فدي لازم دي تبقى مدرك بكام ده، ان التوكيل بتاعك يبيح الاقرار والصلح لو انت هتحضر وهتقر تمام. فدي النقطه دي تبقى اول حاجه في بدايه الوكاله تبقى عارف النقطه دي، انا هشتغل دعوه هتبيح الاقرار والصلح ولازم تكون، يبقى لو سمحت موكلي تعمل لي في الوكاله يبيح الاقرار والصلح. ده حاجه يعني لازم التوكيل يبقى متضمن كل ما متفق عليه في بيبقى مشتمل الوكاله كامله، بس تبقى فيها متضمن الاقرار والصلح ليبيح ذلك تمام. طيب انا اجراءات رفع الدعوه ازاي ابتدي رفع الدعوه، ازاي صياغه شكل الدعوه. اول حاجه وفقا للماده 3 من قانون المرافعات لازم يكون له المدعي او الموكل يكون له صفه او مصلحه شخصيه في الدعوه، والا تقضي بعدم قبول الدعوه، والمحكمه لها ان تقضي بغرامه لا تتجاوز عن 500 جنيه تمام. فلازم اول حاجه يكون الصفه والمصلحه تمام. طبعا الصفه والمصلحه دي بتسري الافراد، اما بالنسبه للنيابه العامه لا تسري عليها سلطه النيابه العامه. طيب الصفه والمصلحه يعني ايه صفه والمصلحه؟ يعني انت ليك صفه في رفع الدعوه دي، انت فلان تمام بيطلب من عدم تعرض او اي دعوه مدنيه مطالبه بمبلغ نقدي او غيره من اشكال الدعوه، لازم يكون له صفه، لازم يكون تعرض لضرر او تمام من جراء ذلك الفعل من المدعي الذي تقوم عليه الدعوه. فلازم الصفه دي اساسي، ولازم اتاكد من الصفه من واقع الاوراق اللي هيقدمها لي تمام. ولازم اجي اول حاجه صياغه اي شكل دعوه، لازم بكتب في الاول لازم بتبقى صياغه شكل معين وفقا الماده 6 و7 و8 من قانون المرافعات، بيكون بكتب في تاريخ كذا بناء عن طلب في كذا تمام. لازم يثبت اسمه وموطنه ومقيم ومهنته واسم المحضر والمحكمة التابعة لها واسم المدعي عليه واقامته ومهنته تمام، والعنوان اخر عنوان اللي يستدل اليه. واذا ثبت انه ليس له عنوان او في تعمد في عدم ذكر عنوان صحيح، في الحاله دي بيعرض امر على القاضي الامور الوقتيه وبتقضي بغرامه قدرها 100 جنيه. طبعا دي حد ما شافهاش قبل كده تمام، وممكن عنوان تبقى غلط، بس في الحاله دي ممكن المحضر يعرض على قاضي الامور الوقتيه تمام اذا تبين ان تعمد من ذكر عنوان غير صحيح. طبعا دي مجازا ما بتحصلش، نادرا ما بتحصل تمام. طيب انا بكتب بناء عن طلب فلان وانا محامي المختار فلان الفلاني بكذا تمام، وبكتب انتقلت المحضر كذا بمحكمه كذا والاسم المدعي عليه واسمه عنوانه وتفاصيله، واذكر الموضوع لازم تقوم عليها الدعوه. طيب انا عشان ارفع الدعوه دي عايز ارفعها دعوه اسره دعوه مدني، ارفعها فين؟ طيب يبقى لازم فيه عندي اختصاصات وتقدير لقيمه الدعوه، واختصاصات عندي بتتقسم سواء اختصاص نوعي او قيمي او ولائي او محلي تمام.
طيب يعني ايه محلي؟ ممكن حد يقول لي يعني ايه محلي؟ اتفضلي. تمام. طيب المحلي ده يعني لو انت مثلا رفعت دعوه في طنطا والمدعي عليه طلع اقامه كاتب طلع اقامته القليوبيه خلاص، وانت كاتب في صحيفتك اللي هو مقيم في طنطا، بتلاقي المدعي عليه بيحضر عنه او وكيل عنه محام وبيقدم صورة من البطاقة الشخصية أو ما يثبت اللي هو إقامته في القليوبية وبيدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا. تمام. وإذا تكلمت في الموضوع ولم تدفع ذلك الدفع أصبح حقيقة غير جائز، خلاص ما ينفعش تدفع بيه تاني. قبل تتكلم في الموضوع لازم تدفع باختصاص المحلي، حتى لو أنت حضرت وطلبت أجل مذكرات أجل مستردات ولم تتكلم في الدفع، تمام، خلاص كده ضحى خلاص بالاختصاص المحلي. تمام. الاختصاص المحلي ده اساسي ولازم اتاكد منه قبل ما ارفع الدعوه عشان ما يجريش بعد كده يوقف لي الدعوه وتروح محكمه تانية، وعشان تروح محكمه تانية تاخد لها شهرين ثلاثه واقعد انا القضيه تطول مني. لازم اراعي الاختصاصات ولازم اراعي التقدير في الدعوه. طيب انا بالنسبه ده اختصاص المحلي. طب اختصاص النوعي، ايه اختصاص النوعي؟ ها اختصاص النوعي يعني ايه اختصاص نوعي؟ نوع المحكمه المختصه بها نوعيه، يعني المحاكم الاقتصاديه تختص تمام بالقانون، القانون المحاكم الاقتصاديه تمام بالفروع التي مختصه بها. الاختصاص الولائي، ايه الاختصاص الولائي؟ يعني ايه ولائي؟ الولائي هو الاختصاص لفرع اخر غير القضاء. تمام. يعني بقول بعد اختصاص المحكمه ولائيا واحالتها لمحكمه القضاء الاداري تمام وتحديد جلسه نظر كذا. ده بالنسبه للنظر الولائي، الاختصاص الولائي. طيب بالنسبه للاختصاصات الاخرى، مش عندنا اختصاص غير الولائي والنوعي، عندنا ايه تاني؟ اختصاص القيمي، عندنا اختصاص محكمه جزئيه، اختصاص محكمه كليه، وعارفين ان في تعديل نزل اخير اتعدلت الجزئي والكل اتعدل القيمه. تمام. طيب انت هترفع قدام المحكمه الجزئيه ولا المحكمه الكليه؟ انت طالب تعويض، طالب تعويض كام؟ هل هترفعه حسب الاختصاص القيمي لكل محكمه سواء جزئيه او كليه؟ طبعا المحكمه الكليه هي بالنسبه لتقديرها غير اي دعوه مقدره غير القيمه لما قدام المحكمه الكليه. اما المحكمه الجزئيه في حدود النصاب التي نص عليه قانون المرافعات والتعديل الاخير. طيب انا بحدد الكلام ده في صحيفتي وبعرف الصفه والاختصاص اللي هرفعه قدام المحكمه وهعرف يعني ايه ارفع دعوه ويعني ايه هرفع فين. اول ما بوضع الصحيفه، طبعا احنا دلوقتي الامور تغيرت عن قبل كده، كان قبل كده كل حاجه شغاله يدوي، الامور تغيرت وبقت اصبحت المحاكم كلها ممكنه واصبحت بالكمبيوتر. يعني انت دلوقتي كنت قبل كده ممكن توضع صحيفه الدعوه، اسف الكلمه، لو انت عايز دعوه جلسه قريبه كنت ممكن تجيبها جلسه قريبه، بتشوف الجلسات اللي فاضيه وباليدوي بتتحط، وممكن عايز تطلب تقصير بتطلب تقصير، طلب تقصير للقاضي المنظور قدام الدعوه. دلوقتي اصبح الموضوع ممكن بالكمبيوتر، بأصبح لا دخل فيه يد بشريه. فانت بتقدم الصحيفه وبتحدد جلسه اوتوماتيك، تنزل اوتوماتيك للميعاد الجلسه اللي بتحددها الكمبيوتر. فبالتالي بقى في تطور تكنولوجي وممكن في المحاكم واصبح في كل مكان. طيب بعد ما ترفع الدعوه وسددت رسومها ورجعت الحوافز وسلمتها ايه اللي بعد كده بيحصل؟ ايه؟ بتسلم الصحيفه فين؟ المحضرين. طيب حد ممكن يقول لي ايه المواعيد المحدده لقانون المرافعات اللي انا اقدم فيها الاعلان؟ انا ما بتكلمش على الميعاد، انا بتكلم على الميعاد، التوقيت في الساعه.
9 صباحا ل 8 ل 8 مساء دي تمام الماده 7 من قانون المرافقات. طيب طبعا حد يقول لك طب مثلا احنا مش المعمد ده المحضر بيمشي من الساعه 2 ولا 3 8 ايه القانون نص انه من 9 صباحا من 7 صباحا حتى 8 مساء ويجوز بعد ذلك تمام بعد عرض الامر على قاضي الامور الوقتيه يعني ممكن بعد ايه لو في حاله الضروره ماشي. طيب الاعلان بتاعي يجب ان يشتمل كما ذكر عنوان المدعي والمدعي عليه والمطلوب المختار لكل منهما كما انه يشتمل على موضوع الدعوه ولا يخالف النظام العام والاداب. يعني ايه نظام الاداب؟ يعني ما ينفعش اشتم مثلا في صحيفه سب قذف ما ينفعش القى اتهامات في زمان في الاعلان تمام والا تمام بيكون ذلك تمام بيعاقب عليه القانون ويكون مخالف نظام العام والاداب الاداب ويكون بيتم ذلك في عرض الامور الوقتيه بتوقيع غرامه او اتخاذ الاجراء القانوني اللازم في هذا الاعلان. طيب عندنا بالنسبه في الماده 9 حددت ازاي الاعلان يجب ان يشتمل على مواصفاته من تاريخ وشهر واعلان واسم وموطن مختار. طيب انت الاعلان ده لو انت كمحامي انت كوكيل ما مضيتش عليه يعتبر باطل وفي بعض احكام النقض قالت ان توقيع الفورمه للمحامي لا يعتد به صح يعني بحكم انا قعدت فتره الحمد لله في نيابه النقض لغايه ما بقيت محامي عام في نيابه النقض دايما غالبيه بتنزل في بعض الطعون اللي كانت محكمه النقض منظرها تلاقي جاي محامي جاي تمام طعن بتوقيع الفورمه جاي ودي المحكمه على طول بتديها عدم قبول في غرفه المشوره من غير نظر الطعن نفسه تمام بتدي عدم قبول دون نظر الموضوع لغايه دلوقتي على فكره ولغايه دلوقتي يعني الاسم لازم يبقى رباعي مفيش حاجه اسمها لازم اجي امضي اسم ما امضيش فورمه اوعى تمضي فورمه عشان ما تديش للمحامي الخصم بتاعك تمام صخره تطلع يطعن عليها فيها ده بيضيع النص. وخلي بالك من نقطه تانية دي تركات بسيطه قوي يعني مش يعني ما بيستخدمهاش غير المحامي بقى اللي عايز يطلع صخره في الخصم اللي قدامه لو كان النت بتاعك مش ساري تمام يطلب المحامي القسم يطلب استعلام عن تمام اذا كانت الخصم بتاعك ساري ولا لا لو كان النت بتاعك مش ساري يبقى حضورك باطل في ثانيه يبقى انت كده بوظت الدعوه بتاعتك. طبعا التركات دي بسيطه بس مو هو انت تلاقي في التعامل ما بتاخدش بيها مش موجوده بس في بعض المحامين الخصوم فاهمين وعارفين ادق التفصيل اللي ممكن يبوظ لك فيها الدعوه وهتلاقي غالبيه الاعلانات كلها معموله فورمه يعني عمرنا ما شفنا اعلان مكتوب فيه اسم كامل واضح تلاقي كلمه الاسم مش واضح صح عمرنا ما شفنا اعلان فيه اسم واضح تمام شخبط عليك نور دي اي محامي خصم بقى عايز يبوظ لك الدعوه قبل بطلون على طول بوظ لك الدعوه مع ان دي معلومه مؤقته كل الصحف اعلانات كلها فورمه والاعلانات امضاء مش باين بس دي حاجه بسيطه قوي ممكن اي محامي يعني عايز خصم عايز يبوظ لك هيبوظ لك بس ثاني بوظ لك الاعلان توقيع وكيل النيابه على الاسم ماشي وصيانه اخر برضه تمام فلازم يكون التوقيع ما يكونش اللي يحمل الفورمه واحكام النقض كلها من سنه 52 قضائيه حتى لغايه 82 قضائيه لغايه ما طلع المنشورات دلوقتي المنشوره اتكلمت في الموضوع ده كتير من سنه 1980 او 77 اتكلمت في الموضوع الفورمه دي ودايما اللي بيطعنوا في الموضوع دايما الموضوع ده هيئه قضاء الدوله محامي هيئه قضاء الدوله دايما في التركات دي هو بيحب اللي يشتغل عليها فما تديش فرصه لو انت رافع دعوه قدام امام دوله وفيها محامي الدوله يحضر اول حاجه محامي الدوله بيمسك فيها هي دي فدي خلي بالك منها. طيب بالنسبه للاعلان هل انا بعلن في الموطن ولا في المكان العمل ولا بعلن فين في الموطن
طيب الاعلان بيبقى المفروض يسلم لمين؟ المفروض الشخص المطلوب اعلانه، تمام، او تابعه او رجل الاول اداره اللي هو الاعلان الاداري او المامور الاسمي، تمام. طبعا احنا شايفين طبعا في مشكله حقيقيه موجوده في المحاكم هي المحضرين، والمشكله دي ما زالت سائده، وباذن الله بمشيئه الله في نهايه السنه دي الموضوع ده هيكون تمن تقع عليه، عشان هيبقى فيه المحضرين هيبقى مميكن زي المحاكم. المحضر بعد كده مش هيعرف يلعب، هيبقى مميكن طالع الكمبيوتر، هيطلع الكمبيوتر المحضر ده انتقل امتى وفين وسلم وسلمش، لو سلم تمام سلم هيتقابل مع الشخص ولا هو مش قابل، الموضوع هيتم القضاء عليه نهائيا. بس الموضوع ده وزارة العدل شغالة فيه حاليا بقالها اكتر من سنة، تمام، بس خلصت الموضوع الممكنة الاول في المحاكم وشغالة في الموضوع وتم تطبيقه في الشهر العقاري في جزء كبير من الشهر العقاري، مكتب توصيل الشهر العقاري، ويتم تطبيقه في المحضرين، وده باذن الله هيتطبق في خلال اخر السنة دي اخر السنة دي او مجازا اخيرا بداية السنة الجديدة، فالموضوع ده هيتم القضاء عليه. طبعا المحضرين بنفوجئ بيتم انت بتسلمه الاعلان طبعا ولا بيتعب نفسه بيتم الاعلان الاداري، تمام، ومفروض بيسلم صوره منها ويتم توقيع، تمام، بحيث بياخد رقم باركود عشان يبعت للبريد عشان يبعت لك في ظرف. طبعا انت في الاخر ولا بيجي لك بريد، تمام، ولا بيجي لك حاجه ولا بتعرف القضيه تم اعلانها، وتفاجئ القضيه خدت حكم ولا انت عارف خلاص. فدايما نصيحه مني انت كمحامي وانت الوكيل بتاعه لا تعتمد على المحضرين او الاعلان. دلوقتي الموضوع بقى المحاكم ممكنه، هتخش برقم البطاقه بطاقه وكيلك او بطاقه الخصم هتعرف اذا كان رفع عليك دعوه مفيش في دعوه مرفوعه ولا لا، تمام. ولو انت عايز بدل ما ترفع المحاكم كلها هتطلع وزاره العدل، تمام، هتطلع وزاره العدل هناك مكتب الخدمات العامه برقم القومي هتعرف على مستوى محاكم مصر كلها. وحاليا في تطبيق نازل على ستور بلاي هينزل من وزاره العدل لجميع الساده المحامين وجميع المتقاضين، هتقدر وانت قاعد في بيتك هتقدر تعرف كل ده، تمام. والتطبيق ده هينزل ده خلال ده قريب ده في على شهر الصيف هيكون نزل باذن الله، تمام، هتقدر تعرف كل حاجه وانت قاعد في بيتك. فدايما ما تعتمدش على المحضرين، ما تعتمدش على الفئه، استنى الاعلان يجي لك، الاعلان يجي لخصمك، لا، استعلم انت بنفسك، اجري انت بنفسك، شوف انت شوف بنفسك في اترفعت ولا لا، في دعوه مرفوعه ولا لا، عشان ما تتفاجئش بعد كده، تمام، بما لا تستطيع موجباته. طيب انا لو عايز اختصم اشخاص اعتباريه او دوله او قوات بالظبط قوات مسلحه بيتم الاعلان فين؟ تمام، عندنا بالنسبه للدوله بيتم الاعلان للوزراء او المديرين المصالح او من يكون مقامهم. بالنسبه للاشخاص الاعتباريه بيتم لرئيس مجلس اداره الشركه او الشخص الاعتباري او من يكون مقامه او الناقص الرئيسي لتلك الشركه لتم ادارتها. طيب لو الشركه دي ملهاش مركز اداره، طب اعلن مين؟ يبقى اعلن رئيس مجلس الاداره او من يكون مقامه او اي متضامن في تلك الشركه، ماشي، ده بالنسبه للشخص الاعتباري بالذات، ما تقولش بقى اداري ومش اداري، لا، تمام. ليه؟ بعض الاعلانات وبعض ممكن ما تيجي تطعن بالنقد بعد كده الحاجات دي هتتعلم عليها وتبقى محامي نقد وهتشوف في محكمه النقد، تمام، وغالبيه طعون النقد كلها بتتاخد شكلا من النقط دي، النقط دي ممكن بعد كده تمام تبوظر القضيه كلها، هلات النقد ولا تعرف تطعن بالنقد ولا تطعن بالاستئناف ولا حاجه، حتى لو عدت في الاستئناف هتيجي في النقد هتقف. فدي حاجات اساسيات لازم تبقى واخد بالك منها من الاول. طب بالنسبه قلنا مش طب بالنسبه للضباط القوات المسلحه بتم اعلانهم فين؟ ها؟ اللي بتبقى بيعلن في مواجهه النيابه، والنيابه بتعلن الاداره القضائيه للقوات المسلحه.
تمام. طيب لا دي محكمه، دي العاشر دي المحكمه، الاداره القضائيه دي حاجه ثانيه تمام. الاداره القضائيه، الاداره القضائيه دي بتبقى في وزاره العدل نفسها، في وزاره الدفاع نفسها تمام. طيب لو احنا تمام عايز تعلن شخص اجنبي او شخص مقيم خارج البلاد تمام، لو شخص اجنبي لو له مركز اداره او موطن داخل جمهوريه مصر العربيه بتعلنه في موطنه. طب لو ملوش مركز بتعلنه في موجه النيابه العامه، والنيابه العامه بيتم اعلانها وزاره الخارجيه بطرق دبلوماسيه ليه، ثم يتم اعلانها على السفاره التابعه لها او القنصليه التابعه لها، يتم اعلانه رسميا بذلك وفي مده محدده للكلام ده، والا اصبح الاعلان باطلا. برضو دي ناخد بالنا منها، حاجات بسيطه دي. طيب بالنسبه للمسجون بعدين هو مين؟ مأمور السجن او من يقوم او من يقوم مقام مأمور السجن. طيب بالنسبه لاي سفينه تجاريه، من عليها سفينه تجاريه او سفن، لو افرض دلوقتي انت دلوقتي شغال على سفينه تجاريه، تعمل ايه؟ تخلوا بني للسفينه او من يقوم مقامه، ماشي. طيب سريان الاعلان بيسري الاعلان من امتى؟ من اول تسليم الاعلان من المحضرين، من اول تسلم الاعلان هو بيقوم بيتم سريانه، اصبح نافذا تمام، اصبح نافذا. وتلاقي دايما انت بتكتب في الاعلان بتاعك في الاخر في كلمه الكل مش واخد بالها منها، ونفاذا لذلك تمام. كلمه نفاذا لذلك دي انتوا كاتبينها بكتبها ومش عارف تكتبها، انت بتكتبها اوتوماتيك. كلمه نفاذا لذلك دي من اول ما بسلم خلاص بقى اصبح نافذ تمام. احنا بنكتب نافذا واجل العلم تمام. العباره اللي في الكلمه اللي في اخر الاعلان دي هي معناها كده. طبعا كل بيكتبها مش عارف، احنا بنكتبها كانها دباجه، لا مش دباجه ده، عشان كده اقول انت اصبح خلاص بنافذ كده، خلاص قانون نافذه تمام. طيب ده بالنسبه لش. طيب هل في مواعيد محدده للاعلان؟ اه في مواعيد. طب ايه فرق انت بتعلن واحد في اسوان، واحد في خارج الحدود، على الحدود تمام. خلاص احنا القانون نص في الماده 16 و 17 و 18 في قانون المرافعات ان بالنسبه للمقيم على الحدود اقصى حاجه 15 يوم، وكل 50 كيلو منضيف يوم. زي برضو ما انت هتطعن على اي حكم بالاستئناف او بالنقط، تمام. بالنسبه لمواعيد الاستئناف كام يوم؟ 40. مواد المستعجله تمام، النقط 60. طيب انا النهارده بشوف هل لو صادف يوم عطله رسميه او يوم جمعه بيمتد لليوم اللي عليه. طيب انا بعلن واحد في اسكندريه وانا بعلن في محكمه النقط، طب بينه وبين محكمه النقط واسكندريه كام كيلو؟ تمام. هتلاقي في كشف كامل موجود في حكمه النقط، مكتوب فيه المسافات المقرره لكل حاجه، مش انت الموضوع مش اجتهادي، لا في كشف كده موجود، وهتلاقي موجود عندكم في النقابه برضه تمام. هتلاقي المسافه، احسب بقى 250 كيلو تمام، 250 كيلو على 50 تمام، يبقى كده 5 ايام، اضيف 5 ايام كمان خلاص. فدي بالنسبه للمواعيد اللي حددها مواعيد المسافه، سواء مواعيد المسافه سواء في الاعلانات او في الطعن بالاستئناف او بالنقط. ولازم مراعاه المواعيد دي، ايه دي؟ ضروريه جدا، والا اصبح دعواك او طعنك غير مقبول شكلا، ماشي. طيب لو في الاعلان ده في اي بطلان، الاعلان ده طلع امانه وطلع فيه بطلان وطلع حاجات مش غير صحيحه، طب اعمل ايه؟ هل كده الاعلان بتاعي اصبح منعدم وباطل؟ تمام. يجوز التصحيح الاعلان تمام، اي بطلان وفق الماده 13 ووفق الماده 23 من قانون المرافعات يجوز التصحيح. انا دلوقتي سلمت الاعلان وسلمته اصبح نافذ، وفوجئت اللي هو ده الاعلان اللي عملته ده طلع في بطلان تمام، في بيانات غير صحيحه غير مشتمله على ما نص عليه القانون تمام، عشان ما اخليش خصمي تمام يكحد او يطعن على ذلك الاعلان، اجوز تصحيحه تمام، اجوز تصحيحه عادي تمام، طالما الاعلان تمام ما زال لسه في ما زال السريان النفاذ.
ماشي. وده الكلام ده اللي بيقولوا عدد اعلان، ده الكلام ده ما بحضر في الجلسه واقدم اصل الصحيفه، ده كده انا تجاوزت المرحله دي خلاص، كده تجاوزت المرحله دي، اعلنت باصل الصحيفه سواء اعلنت. طب لو انا برفع دعوه واعلنت اصل الصحيفه بشخص، هل اعمل اعاده اعلان؟ ما فيش اعاده اعلان. لو تم الاعلان بشخصه ما فيش كده اعاده اعلان خلاص، تمام كده هيبقى تمام اصبح أعلان. اما لو تم اعلانه مع غير شخصه سواء اداري او تابعه تمام او اخر من ذلك، بعمل اعاده اعلان. دي المرحله اللي بنتكلم. اما المرحله اللي قبل استلام الصحيفه، ما انت بتقدم الاعلان، بعد ما بتقدم الاعلان ويتم اعلانه بتيجي تستلم الاعلان اللي انت قدمته عشان تحضر في الجلسه المحدده وتقدم خلاص. انا بكلمك في النقطه بقى اللي قبل ما تستلم الاعلان، قلت فيه بطلان يجوز تصحيحه ذلك. انت استلمته، انت بتكلم تقول تصحيح، انت استلمت بقى ولقيت في بطلان وجيت قدم المحكمه دي، حد تطلب المحكمه تصحيح شكل الدعوه لما ورد فيها من خطا مادي او تمام او اي اخطاء، تمام دي ده تصحيح شكل الدعوه، ده بيبقى قدام المحكمه. اما تصحيح البطلان انت بجوز تصح من تلقاء نفسك في حاله تسليمك الاعلان واصبح نافذا الى تسلمه، ده يبقى جوز تصحيح. طيب لو المحضر اللي بيعلن تمام كتب لك اللي هو تم الاعلان وراح من المحضر، مش المحضر ما مضاش، الاعلان كده يبقى ايه؟ باطل زيه والمحامي اللي حاضر واللي بيكتب لازم يمضي فورمه هي زي برضو تمام، زي برضو وكيل النيابه اللي بيطلع اذن نيابه عامه تمام، والاذن لازم يكون متضمن ومحدد وموقع بخط يقرا وواضح وموضح فيه اسم الصادر له الاذن واسم المختص له بالضبط باستلام الاذن واسمه اسم وكيل النيابه اللي صدر الاذن. كل ده ممكن يبطل الاذن. اي اذن في الجنايات عامه، وباذن ربنا يوفقكم تحضروا في الجنايات، اول حاجه بيلعب فيها على اي عايز تلعب فيها اي محامي عايز تبوظ اي قضيه، اشتغل على الاذن، اشتغل على الاذن النيابه. اذن النيابه كده مع تطبيق الضابط المنفذ الاذن هتلاقي فيه 100 صخرة. ليه؟ ضابط الشرطة مشكلته، أنا بحكم أنا كنت ضابط شرطة قبل كده، ضابط الشرطة مش على علم بالقانون قوي. ضابط الشرطة اتعود يكون ضابط تنفيذي تمام، بس في حاجات ما بيبقى غايبة عنه قانونية، وغالبية الضباط وبالذات الضباط ده بيعتمد في شغله على ملاكمين المباحث، امين الشرطه الراجل القديم اللي قاعد جوه تمام، انت جيت معاهم مباحث ورئيس مباحث، في امين شرطه راجل قديم كده قاعد جوه ملاكمين، الراجل ده بقى له 100 سنه في القسم ما بيطلعش ولا هنا، هو زي ما بيقولوا كده المفتاح في ايده هو، بتلاقي اي محضر ومين اللي بيكتبه؟ هو نادر قوي ما تلاقي الضباط هو اللي بتكتب المحضر التحري او محضر الضبط بايده هو، الا اذا ما يبقى حجم الضباط بيبقى بقى فاهم وعارف، والفئه دي من دي بتبقى قليله شويه. الباقي هتلاقي المعتاد بلوكمين المباحث هو اللي بيكتب، او البلوكمين اللي هو الامين شرطه الراجل القديم ده هو اللي بيكتب المحضر الضبط او التحري، ويبقى ضابط جاهز على الامضاء. ودايما هتلاقي محضر ضبط واي محضر تحري هتلاقي 100 حاجه غير مطابقه للقانون ومخالفه، وفي 100 بطلان. ولو شفت مع الاذن هتلاقي 100 حاجه تمام تاخد عليها براءه. وده اللي قابلناه في واحنا في محكمه الجنايات، بنلاقي فعلا بنلاقي ممكن يكون المتهم فعلا دي الحاجه حاجته او هو المرتكب الواقع فعلا تمام، بس في ثغره تمام، ثغره موجوده في الاذن او في محضر الضبط واضحه وفي كل القضايا كده. ما ده اللي بقوله، كل القضايا كده، عشان كده بقول لكم تلات ارباع الضباط مش على علم بالكلام ده. الضابط لما بيشتغل ضابط مباحث
بيبقى متعود تمام، ينزل يجيب يخلص ينزل مرور ينزل والظابط، واحنا ربنا يكون في عون ظباطنا سواقات المسلحه والشرطه. الراجل بيشتغل في ال 24 بيشتغل من هنا يطلع ماموريه خدمه نازل ايه ايه، ما بيلحقش اساسا يقعد تمام. وضغط القضايا ومع تطور التكنولوجيا اللي اصبح قضايا وصدور قوانين تواكب ذلك التكنولوجيا، اصبح الموضوع بقى صعب على ساده الضباط دلوقتي. يعني انا لما كنت ظابط من 28 سنه احنا بنشوف دلوقتي قضايا ما كناش بنشوفها قبل كده، كانت المعتاد حاجات معروفه. لا دلوقتي في تطور تاني، انا احنا بنشوف دلوقتي قضايا، ممكن قضايا دلوقتي تكنولوجيا ومعلوماتيه تمام، وفق القانون الاقتصادي الجديد وقانون المحاكم الاقتصاديه، حاجات ما كناش بنسمع عنها قبل كده، وحاجات مع تطور التكنولوجيا كل يوم بنتعلم وبنفضل نتعلم. احنا خلي بالك انت بتفضل تتعلم لغايه اخر يوم في عمرك، ما تقولش انا كبرت. لو عندك 70 سنه ولسه مش لسه شغال، انا الواحد لسه بيتعلم لغايه ما يموت بيتعلم، كل يوم بيتعلم. اوعى تقول في حياتك تقول انا اتعلمت، وعمر تقول انا كبير على التعلم. لا كل يوم بتتعلم، ولازم كل يوم تتابع تعديلات القانون. احنا في الظرف من بعد 2013 لغايه وقتنا الحالي ده يوميا بتنزل قوانين معدله لغايه اخرهم. عندنا القانون، اخر قانون نزل سنه 23 قانون الحيوانات، الحظر الحيوانات المحظوره، ولسه نازل القانون رقم 13 سنه 23 لسه نازل. وفي خلال اللي احنا في الشهر ده كله نزل اربع احكام هيئه عامه. يعني ايه احكام هيئه عامه؟ محكمه النقض، احكام هيئه عامه، محكمه النقض بتوحد جميع المحاكم. حكم الهيئه العامه ده بيعتبر كانه قانون، كانه زي القانون بالظبط كده، بيعتبر ساري على تنفيذه ومطبق على جميع القضاء وجميع رجال القانون. يعني حكم الهيئه العامه ده اقوى، انا بعتبره اقوى من القانون ذاته تمام. وفي الايام اللي فاتت دي نزل كذا حكم هيئه عامه. عندنا الحكم الهيئه العامه اللي اتكلم على السند لامر، عارف يعني سند الامر وفق القانون 17 سنه 69 قانون التجاره تمام، ومده التقادم بتاعته. كانت بعض المحاكم والاتجاهات في محكمه النقض كانت بتدي سنه واحكام بتدي 3 سنين في احكام النقض. فقال لك تم توحيد الهيئه عامه ب 10 اكتوبر سنة. انا اجيب لكم فلاشه وسيديهات عليها جميع احكام الهيئه العامه جميعا لغايه اخر حكم هيئه عامه اللي طالع يوم 30 مايو 23 تمام. هجيب لكم جميع احكام الهيئه العامه عشان دي هتمشي عليها اساس قوي وهتفيدك قوي. ودي مشكله احكام الهيئه العامه، الساده المحامين بيتعبوا عشان يجيبوها. ليه؟ عشان يجيب لازم يروح محكمه النقض ويشوف السكرتير مين اللي طالع وهنا ولسه طلع ولا لا وي. فانت بتتعب عشان تجيب احكام الهيئه العامه دي، واحكام الهيئه العامه دي ممكن تنهي لك قضيه في ثانيه. وبتوحد الحكم في بعض القضايا، بتوحد احكام جميع احكام الطعون بالنقض كلها، وهتوفر لك قوي تمام. زي اللي عندنا السند بالامر اللي طلع في حكم الهيئه العامه 10 اكتوبر 22 اللي بيتكلم عن السند الامر مده التقادم سنه وثلاث سنين، وحدوا المبدا على تبقى ثلاث سنين. حكم الهيئه العامه اللي طلع في 10 مايو 23 اللي بيتكلم على بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيتكلم على الاعلانات، حكم الهيئه العامه في 30 مايو 22 بتوحيد مبدا تصحيح الخصومه تمام. كان قبل كده الخصومه ما يحصل حد يموت في الخصومه، بعد المحكمه كانت بتدي انعدام الخصومه وخلاص، تدي حكم انعدام الخصومه وخلاص وتخلص تمام. وكانت في احكام نقض طلعت بالكلام ده. طيب واحكام اتجاه تاني بيدي تصحيح. طيب بقى في تضارب في الاحكام النقض، في صدر حكم في 30 مايو 23 بتوحيد المبدا بالاتجاه الثاني اللي هو بتصحيح شكل الدعوه ورفض اي تمام اي حكم تمام بيقضي بانعدام الخصومه. فده الاحكام الهيئه دي مفيده وبتفيدني قوي. وفي بعض القضاء انا اسف، وبعض اي قضاء اي محامي على مش على علم، في ناس زي ما الناس بتتابع في ناس ما بتتابعش تمام، ده طبيعه الجنس البشري. فانت ما تبقى متابع كل حاجه طالعه اول باول، اسف الكلمه، هتبقى محامي قوي.
اسف كلمه، انا المحامي اللي بيقف قدامي في الجلسه وبحس ان هو قوي، انا بصراحه بوقف له كده بمبسوط، بمبسوط انا كقاضي بمبسوط، بيريحني وهو بيريح نفسه، تمام. والواحد بيبقى فرحان ما بيشوف محامي بالمنظر ده، فعلا قوي قانونيا وفعلا فاهم، بيبقى فعلا بيفتخر بيه، مهم جدا الكلام ده، تمام، بيفتخر بيه. ودي مشكله احنا نقابلها كقضاء، وانا اسف صحيح دي، بس دي انتوا كشباب، وبلاحظها في بعض الشباب نقطتين رئيسيين، في بعض عدم الاطلاع على الاحكام الحديثه والتعديلات الحديثه، او وتلاقي انت قاعد قدام القاضي وبتقول يا ريس لا انا عايز، هو عايز يفهمك اللي فيه بتاع كذا، في قانون بيقول كذا، في تعديل كذا، بس مش عارف يقولها لك، تمام. وبيحصل بعض الـ 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 بعض الاختلافات، تمام، اللي بتؤدي لذلك. لا انا عايزك تبقى كمحامي، محامي انت قوي بعلمك، قوي تمام بفكرك، قوي باطلاعك، تمام. هتحضر قدام اي قاضي، انت تقدر تحرج القاضي، انت تقدر تاخد كده تخلي القاضي واقف ساكت قدامك، تمام. انت لو تحرجه قدامك يا ريس لا ده في كذا، اسكت مش هتكلم معاك، تمام، اسف الكلمه، هيبصم وراك وانت كده مريحه خلاص. طيب عندنا حكم هيئه عامه لسه طالع، تمام، ده طالع وده مفيد قوي عشان تبقوا عارفينه. طبعا احنا سامعين في الفتره الاخيره مع معالي رئيس الجمهوريه وفخامه رئاسته، العفو بقى كتير، تمام، كل يوم بنسمع عفو، ما كانش بنسمع حد كتير، تمام، بعفو كتير. طيب والعفو اصبح بيصدر والحكم ما بيبقاش نهائي، زي مش عارف مين وقعة الممثل المغمور اللي هم مثلوا على الفيديو اللي هم مثلوا ضباط شرطه وعملوا مش عارف ايه وبتاعه، تمام، وعملوا نشر اخبار كاذبه ونزل بعد 6 شهور فوجئنا بعد سنه اللي هم خدوا عفو، صح، والحكم ما كانش نهائي، ما كانش لسه نهائي، كان حكم طالع من اول درجه للاستئناف. طيب في حكم طلع هيئه عامه صادر في جلسه 24/5/23 بتوحيد مبدا العفو عن العقوبه. طيب انا خدت عفو على العقوبه دلوقتي والحكم لم يصبح نهائي، هل يجوز الطعن عن ذلك الحكم ولا لا؟ تمام، انت المفروض واخد عفو شامل، واخد عفو شامل من رئيس الجمهوريه، تمام، عفو شامل ده يسري في مواجهه القانون ونافذا عليه، تمام، ويعتبر ذلك الحكم منعدما، ده لو بالنسبه لسلطات رئيس الجمهوريه. طيب في الحاله دي وانت في طعن، تمام، خصمك طعن او النيابه طعنت على ذلك الحكم، هل الطعن ده مقبول ولا مش مقبول؟ طبعا كله كان في الاول كده مبقاش مقبول، وحصل الموضوع تضارب جامد في القانون ده، واصبح جميع دوائر محكمه النقض في تخبط كامل، واصبح على عدد رأي بذلك. وعشان كده صدر حكم الهيئه العامه في 24/123 برئاسه محمد بن محمد الشوار محمد رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتوحيد المبدا في موضوع العفو، ب اذا صدر عفو عن العقوبه او عفو شامل والحكم لم يصبح نهائيا يجوز الطعن عليه، ماشي. والتي اوردت بعجز الماده اذا العضول الذي يلزم الاغلبيه، حكم الهيئه العامه التي صدر في 24 مايو اذا رات احدى الدوائر العدول على مبدا كون قرارات احكام السابقه صدر من دوائر اخرى حلت الدعوه للهيئتين المجتمعيين للفصل وتصدر احكام بيد السابقه وبالغالبيه بانه بالغالبيه الاعضاء بالنسبه للهيئتين المجتمعيين اي من تشكيلان، فاذا ورد العفو الشامل عن اي عقوبه يجوز الطعن عليه طالما الحكم لم يصبح نهائيا، ويعيد الطعن الى الدائره التي احالتها اليه للفصل بها طبقا لاحكام القانون.
وذلك حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية في 24 مايو 22 بإقرار الأحكام التي انتهت إلى صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنه الأحكام التي صدرت على خلاف ذلك النظر، وعاد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه. ده منطوق حكم الهيئة العامة، وده بالتالي قضى على موضوع العفو اللي بنسمعه كتير ومش عارفين، واحكام مش نهائيه ومش نهائيه، واسف الكلمه اللي له حد يلجا لاي حد من لجنه العفو تمام خلاص وياخد عفو، لا تاخد عفو ومش عفو، الطعن هيكمل للاخر ويوصل يستكمل لايت يصبح نهائي تمام. امتى تاخد عفو؟ طالما الحكم اصبح نهائيا يبقى العفو اصبح سالم. الطعن على العفو ولا على ايه؟ لا الطعن على القضية، الطعن على الحكم نفسه مش على العفو، مش على العفو تمام. العفو هو العفو عن العقوبة المقررة تمام للحكم الصادر رقم كذا، اما ذلك الحكم مازال نهائيا ومازال الطعن عليه ساري، فالطعن يسري ويستكمل ويحيل الى الدائرة المقررة بنظر ذلك الطعن ويستكمل، وده حكم الهيئة العامة الصادر في 24 مايو 23. عشان كده بقول لكم انت اللي هتبقى قوي بمعلوماتك باطلاعك ماشي. طيب نرجع تاني لمعاهدة الاختصاص. طيب عارفين حاجه اسمها اختصاص دولي؟ مش عارفين اختصاص دولي؟ في اختصاص دولي ما تسمعوش في بعض المحامين فاتحين مكاتب اسمها كاتب دولية تمام؟ تمام؟ طبعا الشغل الدولي غير الشغل تمام؟ غير الشغل اللي داخل جمهورية مصر العربية محلي تمام؟ ايه؟ لا في حاجة اسمها كون الدولي الخاص وكون الدولي ده حاجة، انا بتكلم على الاختصاص المحاكم الدولي تمام؟ انت دلوقتي تمام؟ انت قدام جهة اجنبية او شخص طبيعي اجنبي تعمل معاه ايه؟ هل دلوقتي واحد مقيم في فرنسا اجنبي هترفع فين؟ في فرنسا ولا ترفع فين؟ في مصر هنا على انت اساس صاحب الحق تمام؟ القانون حدد لك انت بترفع كاجراءات جنائية، قال لك فين؟ قال لك مكان موطن المدعي عليه او مكان ارتكاب الواقعة تمام؟ او فين؟ ايه؟ ماشي؟ طيب الاجنبي ده لو له مركز لو له موطن في مصر ترفعه في مصر، ملوش موطن في مصر يبقى بترفعه تمام؟ وفق المكان لو يكون فيه، وده باختصاص دولي ومش اي حد مختص دوليا بالسادة المحامين، ده بياخد له ترخيص بالكلام ده وله تمام؟ له طرق معينة عن طريق الطرق الدبلوماسية تمام؟ وبيكون محدد تمام؟ وبيكون مقيدين بمعروفين ماشي؟ يعني احنا كنا في ايطاليا كنا في المحكمة هناك العفو الدولي، كنا هناك كنا في دورة هناك كان مع مع بعض الشيوخنا من هناك والشيخ الافاضل، ففي بعض القضايا المنظورة من جهات مصرية واشخاص طبيعيين مصريين ضد بعض الجهات الأجنبية وأشخاص الأصليين بيتم إحالتها لمحكمة العدل الدولية التي غامض فيها جميع المحاكم تمام الفصل فيها تمام. وطبعا تشكيل محكمة العدل الدولية وقصة المحاكم الدولية كون دي قانون الدولي دي عايزة شرح تاني لوحده، والمحاضرة لوحدها دي الوحدة عايزة بحر الواسع تمام. طيب بالنسبة لتقدير الدعوة، التقدير بيحدد امتى؟ وفق المادة 36 مرافعات يوم ايه؟ يوم رفع الدعوة. طيب لو انت عدلت دعوة صحيفة اللي انت مطالب بيها بيكون قيمة الدعوة على اخر ما يطلبها الخصوم، اخر ما يطلبه ايه؟ الخصوم تمام؟ وبيكون هذا ويكون الطلب النهائي تمام هو الطلب الذي انتهى عليه جميع
الخصوم. في احكام نقض بالكلام ده كتير، تمام، ودي وفق الماده 36 من قانون المرافعات. طيب الماده 37 من قانون المرافعات بتحدد، طب انا رافع دلوقتي طالب مثلا دعوى مدني، ده دعوى مدني بقيمه عقار، او طالب بطلان، او طالب فسخ عقار، او 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 غيره. طب قيمه العقار بتحدد بقيمه ايه؟ مثل 500 مثل قيمه الضريبه، والارض 400 مثل. يعني ايه 500 مثل 400 مثل؟ يعني ايه؟ حد فاهمها؟ طيب انا قاضي، تمام، انت بتطلب تحضر، عايز طالب دعوى مدني، تمام، عن عقار او ارض، انا بطلبك باجل لك الدعوه لاستخراج شهاده بالضريبه العقاريه المربوطه على عين التداعي، سواء العين دي اللي انت المتنازع عنها عقار او ارض، تمام، بتروح اضراب الضرائب العقاريه بتصريح المحكمه كده، بتقول لهم لو سمحت عايز افاده بالضريبه العقاريه، فالضريبه العقاريه بتكتب لك شهاده مكتوب فيها انك الضريبه دي على العقار ده مثلا، تمام، قيمته 50 جنيه، والقيمه الايجاريه بتاعته مثلا 1000 جنيه. طيب انت كقاضي بتحسبها ازاي؟ بتضرب ال 500 في كام؟ في ال 50، مش في ال 1000، مش ايجار، ما بحسبش في الايجار، انا بضرب في القيمه، في قيمه الضريبه، وبناء عليه بحدد قيمه الدعوه. هل ده اختصاص كلي ولا جزئي؟ وده بيريحني من الاول، ليه؟ يعني مش ارفع دعوه بعد كده قدام محكمه كليه وبعد كده بتدي عقد باختصاص جزئي، او العكس صحيح، جزئي وتديها كلي، والدعوه تقعد لها لغايه ما تروح للاختصاص تقعد لها شهر، وتحدد جلسه كمان شهرين، وانا رافع الدعوه قبلها بشهرين، يبقى الدعوه خدت لي سنتين. كل ده بحدده في صحيفتي واريح نفسي عشان اخلص دعوه. انت لو انت اشتغلت مع اي موكل وحس ان انت بتخلص قضاياه، القضيه قضيتك بتخلص معاه بسرعه وفي انجاز للقضايا، هيقولك انت محامي شاطر ريحتني. اما مالك انت القضيه جايه وجات قدام جزئي واتحالت اختصاص قيمي كلي واختصاص قيمي وراجع انت، تمام، ده اللي هيخليك تنمو كمحامي، لك قيمتك ولك وزنك، ماشي، وهتلاقي قيمتك قدام موكلك وقدام القاضي اللي بتحضر قدامه. فكل ده لازم تراعي كل الاعتبارات دي. انت هتقول طب انا عارف ازاي قيمه الضريبه؟ انت كحق كوكيل تروح تضرب العقاريه وتستعلم، والنبي انا عايز العقاريه دي وده ضربته كام؟ خلاص جبته، او بتخلي موكلك يجيبها، تمام، يجيبها عادي، يجيب لك شهاده عادي، فاهم؟ اي ايوه له حق اصدار. في فرق بين محكمه جزئيه ولا كليه حسب قيمه الضريبه؟ حسب قيمه الضريبه، حسب تقدير الدعوه وفق المحكمه الجزئيه، وكل حسب تقدير القيمه، ده في قيمه محدده، بكات ال 40 وال 100,000 بكات عدلت ومحكمه الجزئيه اترفعت، تمام، فاصبح قيمه الدعوه محدده للجزئي والكلي، تمام، في حدود 40 وال 100,000، تمام، متحدد، تمام، خلاص ده زاد. طيب اختصاص محكمه النقض كام دلوقتي؟ حد يقول اختصاص محكمه النقض كام؟ اختصاص محكمه النقض، اختصاص محكمه النقض كام؟ ها اختصاص محكمه النقض كام؟ ايه؟ لا، في اختصاص محكمه النقض، في اختصاص. طب اقول لك حاجه، انت دلوقتي لو دلوقتي في حاجه اسمها طعون نقض، مش حاجه اسمها طعون نقض دلوقتي؟ قبل كده ما كانش في طعون نقض، تمام، كان استئناف وخلاص. لا، في حاجه اسمها طعون، انت دلوقتي مقتدر بالنقض على الجنح، تمام. طيب هديك حاجه بسيطه قوي تفرق معاك. افرض انت المجني عليه في الجنح، تمام، وبتدعي مدني، صح، كل المحامين بتدعي مدني بكام؟ كان 10,000 بتاع بدات 15,000، تمام، تعدلت بعد التعديل. طب انت انت بتواجه دعوه مدنيه كله 15,000 واحد، صح؟ طب ما عملتش حساب ان الدعوه دي الجنحه دي ممكن تروح النقط. طب انت لو رحت النقط هتاخد في النقط عدم جواز، انت كمدعي مدني في الجنحه هتاخد عدم جواز، ماشي، والمصاريف بين ال 15,000 او فوق ال 100,000
كله كلام فارغ. 15000 تقريبا 120 وال 100400 جنيه. بس انت ضمنت لو القضيه دي خدت براءه تمام ماشي، افرض القضيه دي جنحه دي خدت براءه تمام، انت كمدعي مدني ومجني عليه انت مش هيبقى في سبيل قدامك غير تطعن بالنقض عليها كمدعي مدني تمام، والا حقك هيضيع، والا هترفع دعوه مدنيه. رفعت دعوه مدنيه مطالبه تمام، ممكن تاخد رفض. ليه؟ اساس الجنحه تمام، تم الفصل في المساله الجنائيه وفقا لماده 456 من قانون الاجراءات، تم الفصل في المساله الجنائيه فاهم، واصبحت العلاقه السببيه بين الضرر والخطا المنتفيه تمام. فانت هتدعي مدنيه، يبقى كده اتقفلت عليك القضيه. انت كمحامي عن مجني عليهم وادعيت مدني اصبح مقفوله قدامك. طب تعمل ايه عشان تامن نفسك من الاول؟ ما تيجي تدعي مدني، ادعي فوق ال 100000 تمام. ليه؟ عشان لو الجنحه خدت براءه وعايز تطعن بالنقض بعد كده تحفظ حق موكلك، تطعن بالنقض، فبالتالي ما تيجي تحضر قدام محكمه الاستئناف دائره طعون النقض ما تخش عند الجواز. اتفضل. ايه؟ عيدها تاني. خلي بالكوا دي نسبه 99% في المحاكم، وثلاث ارباع طعون النقض كلها بتاخد عدم جواز. بتاخد عدم جواز. طعون النقض بتبقى قد كده في الجلسه تمام، 85 منها بياخد عدم جواز. خلاص؟ ليه؟ بسبب القيمه. طيب انت راجل واحد نصب على موكله وانت مجني عليهم مدعي مدني تمام؟ او اي 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 جريمه معاقب عليها جنائيا، وخدت في راجل المجني المتهم خد براءه، وانت كمحامي حاضر عن المجني عليه تمام، وادعيت مدني في الجلسه قدام قاضي الجنح تمام، وادعيت مدني تمام، فانت كده انت خدت براءه. طب هتعمل ايه بعد البراءه؟ القضيه كده خلصت؟ انا كده خلصت، انا كده موكلي يقول لي كده حقي ضاع تمام؟ لا، احفظ له حقه. ازاي؟ اللي انا ادعي مدني فوق ال 100000 تمام؟ ايه انا هدفع لي رسوم زياده من 300 جنيه تمام؟ بس حفظت حقي وحق موكلي كمجني عليه وكمدعي مدني. يبقى في الحاله دي تمام؟ في الحاله دي ما يجي بعد كده تاخد براءه تطعن عليها بالنقط تمام؟ وانت قلبك جامد. ماشي؟ وطعون النقض في الحاله زي دي طالما تجاوزت القيمه، اتجاه جميع دوائر طعون النقض محكمه السنه في القاهره واخده اتجاه اللي بتدي لك بتبقى مع المدعي المدني او المجني عليه الذي في حدود النصاب القيمي. يعني انت كده في الاخر كده هتاخد حقك في الاخر تمام، يبقى انت ما ضيعتش حقك. حتى بعد كده ما ترفع دعوه مدنيه بعد كده تمام، يبقى انت كده تمام حافظت على حق موكلك مدنيا وجنائيا. ودي اللي بلاقيها في بعض. انا ما كنت قاضي جنح قبل كده تمام، وكنت رئيس محكمه اول طنطا ورئيس محكمه مصر الجديده الجزئيه. كنا بنقابل الكلام ده طبعا. ما كانش في طعون نقض ساعتها في الوقت ذلك الوقت تمام، بس ما كنا بنقابلها في الوقت بعد ما طعون النقض وبنسمع. كان الواحد يعني نفسه يقول للمحامي الحاضر والنبي اطعن بالنقض موكلك فوق كذا، بس ما ينفعش اقول له تمام، ما ينفعش اقول له تمام. اطعن عشان تحفظ حقك، حق موكلك تمام. اطعن عشان بقى طالما بقى في طعون نقض، لا احفظ حقك بقى كده. ما انت افرض موكلك دلوقتي اتنصب عليه بمبلغ وجه، وطبعا وانتوا عارفين قضايا الجنح دي، انا اسف كان بعتبر الجنح والاسر ما فيهاش اجتهاد. شغل الجنائي والاسره ما فيهوش اجتهاد. انت الجنائي دايما سواء جنح او جنايات بتعتمد على عقيده المحكمه وفقا لما تطمئن له من الروايه الوارده بالقضيه وما سردته من تفاصيل واقوال وتحريات او غيره. فالجنائي شغل الجنائي بيعتمد على عقيده المحكمه، والمحكمه تطمئن وخلاص لما ورد بكذا كذا 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 كذا، وتقضي معاه بالبراءه او تقضي بالعقوبه او. فشغل الجنائي هو مرتكز على عقيده القاضي من قراءته للاوراق دي تمام. الحدوته دي هل هي تا
تم توفرت فيها الأرقام المادية للجريمة المراد في القيد والوصف للعقوبة ولا لا؟ تمام؟ توفرت فيها؟ أدي عقوبة. ما توفرتش فيها؟ أدي براءة. تمام؟ خلاص؟ أو بعض الجرائم الأخرى اللي فيها العقوبة أو الغرابة أو بأحد هاتين عقوبتين. تمام؟ طبعا لا أدي الغرابة أحسن، يعني تمام الورق مش قوي فأدي الغرابة أحسن. شغل الجنائي عامة ما فيهوش اجتهاد، وانت كمحامي مفيش، يعني انت اللي شغل محامي هتحضر كجنح او جنايات بأمر ربنا يوفقك باذن الله، مفيش اجتهاد اكتر منك، تعرف تقرا الورق كويس جدا وتعرف تطلع اللي هيقدر يتوفر فيها كركن مادي كانت كمجني عليه، وانت كحاضر على المتم تشوف الثغره المتوفره، هل الركن المادي او المعنوي توفرت ولا لا، في حصل ولا لا تركه ولا لا، تمام في النقطه دي ولا لا. هديك مثال لقضيه معينه، تزوير في رخصة. تمام؟ تزوير في رخصة. زي اللي بنسمع عنه، واحد طلع جاي طلع رخصة ده بمرور، واحد قال له تخلص لك، زي اللي بنسمعه خلص لك رخصة ب 500 جنيه بتاعه ويطلع وخلص لك الرخصة وديك الرخصة. تمام؟ وفوق بعد كده تلاقي انت وبيحصل كده مع تلات ارباع السواقين اللي في مصر، سواء اجرة او نقل. تمام؟ وتلاقي الرخصة في الاخر طلعت ايه؟ مزورة. اول ما في اي كمين هو الضابط مرور استعلم ضابط المرور دلوقتي بيمشي زي ده معاهم جهاز، تمام زي الجهاز ده بيضرب عليه بيطلع على الشاشه، فبيشوف الرخصه دي مزوره ولا مش مزوره. فالمعتاد بتلاقي المعتاد بيطلع رخصه مزوره. طيب في الحاله دي احنا كان نيابه عامه كان قبل كده، تمام، وكنت كرئيس نيابه كمحامي عام قبل كده، كان الاتجاه قبل كده بنعتبر ان ذلك الشخص حسن النية واشترك مع اخر مجهول سيء النية ومدي امر بالوجه لعدم الاهمية. طيب ده اللي كان المعتاد. في بعض القضايا الاخرى بالتزوير، تمام، بيلاقي يجي الضابط يقول لك ده على علمي اصبح كده سيء النية، يعني توفر الركن المادي والمعنوي لارتكاب تلك الجريمة. تمام، جريمة التزوير. طيب النيابة في ذلك الوقت بتودي طبعا اي تزوير لازم يتعرض على مصلحه الطب الشرعي ابحاث تزييف وتزوير لتبين ان ذلك الرخصه هل هي تم اصطناعها بمعرفه ادوات عاديه يسهل الشخص العادي معرفتها ولا تمام يصعب على ذلك. تمام، فبيجي تقرير الطب الشرعي ابحاث تزييف وتزوير بيقول لك والله الرخصه دي كذا كذا بناتها كذا كذا مطابقه للرخصه الحقيقيه، وده ما بتقرير حساس وتزوير بيقول لك انه بيمكن اكتشافها عن طريق الشخص المتمرس، يعني مطابقه للرخصه الطبيعيه. والضابط قال لك ايه؟ لا، الضابط قال لك سيء النيه. تمام، سيء النيه. تمام، اصبح تقرير ابحاث ابنته كمحامي هتشتغل على الثغره دي بس. تمام، تقريبا حاجه زير بيقول يمكن ان خدع بيها الشخص الطبيعي والشخص البدل. تمام، يبقى بالتالي تمام ده يخالف ما ورد باقوال الضابط وما ورد بتحرياته، وبالتالي يكون المتهم حسن النيه ولا علم. تمام، مع احكام النقض اللي بتقول في كلام في النقطه دي كتير واراء الفقه. تمام، بتتكلم دي في الشرح استاذنا الدكتور احمد فتحي سرور والدكتور مأمون سلامة قاعدين الكلام ده فيه كتير. تمام، خلاص، يبقى انت خدت براءة في قضية حديد كده، حتة تريكة بس صغيرة مجرد لقرايتك للورق. ماشي، فدايما الجنائي بيعتمد على قرايتك للورق واطلاعك وهل توفرت الأرقام المادية والمعنوية لتلك الجريمة ولا لا. طيب الشغل الجنائي ده شغل الجنائي. طب شغل الأسرة، شغل الأسرة ما فيهوش اجتهاد سواء قاضي أو محامي، شغل الاسره كله بيعتمد. تمام، يعني من اول ما تشرع قانون الاسره واحد سنه 2010 لسنه 2004، تمام، اصبح الاسره سواء مذكره للنيابه العامه او للمحكمه اصبح زي عامل زي النموذج، وبعض المحامين برضو اصبح الصحيفه بتاعته عامله زي النموذج. تمام، مجرد بيغير بس حاجات فيها بسيطه. وكقاضي تلاقي القاضي في الاخر تلاقي الدباجه واحده وفي اخر الاسناد
تمام، وطلع المحكمه بمثلا بفرض نفقه قدرها كذا وفقا للثابت بالمستندات او كذا، وتقدم معاه سيره بالمنطوق، او وتقدم معاه التطليق كذا وكذا، التطليق مش عارف ايه الخلع، تمام، او بتمكين فلان من الرؤيه وفقا لجاب تقرير خبير الاجتماع ولا السقف، تمام. فاصبح شغل الاسره ما فيهوش اجتهاد برضه. طب ايه اللي عايز اجتهاد؟ شغل المدني. انت ممكن قضيه مدني قد كده ورقتين تلففك حوالين نفسك وتدور على احكام نقض وتدور على كده وتلف ومش عارف، تمام، توصل لها. مش كده بقول اللي يتعلم مدني صح هتبقى محامي شاطر، تخبط راسك وتخبط راسك اي حد يشتغل مع اي حاجه مش هيفرق معاك. احنا القانون المدني كام ماده؟ 1495 ماده. قانون العقوبات كام ماده؟ تمام، العقوبات كام ماده؟ تمام، 389 ماده غير الملغاه، تمام، ماشي. والتعديلات الاخيره والحاجات اللي اتلغت فيها حاجات بسيطه، تمام، حصلت مع تطور التكنولوجيا والاحداث المجاليه للبلد. فعمر ما هنلم القانون المدني زي ما هنلم بقانون العقوبات او قانون الاجراءات. فدي لازم حاجات ابقى عارفها كويس جدا وعارفها في شغلي وعارفها في تعاملاتي مع، تمام، حاجات بسيطه بس ممكن تفرق معايا قوي كتير. ماشي، طيب. لو انا بالنسبه لدعوه مدنيه طالب فسخ عقد، بطلان عقد، احدد بقيمه ايه؟ هل قيمه المتعاقد عليه ولا قيمه جمله المتعاقد عليه؟ تمام، ده حددته الماده 37 و38 من قانون المرافعات، تمام، اللي نصت على بان البطلان او الفسخ بيعتبر عن قيمه المتعاقد عليه، تمام، في البطلان. اما اذا الفسخ، تمام، اذا جمله المتعاقد عليه او المقابل النقدي عن المده الوارده، تمام، فيه بتجمع زي عقد ايجار، تمام، عايز تطلب بطلان عقد الايجار ده، عقد الايجار ب 500 جنيه او ب 1000 جنيه، طيب المده اللي فاضله فيه، تمام، 5 سنين، اضرب ال 1000 في 5 سنين دول هتشوف هتطلع القيمه كام، اختصاص كلي ولا اختصاص جزئي، وبناء عليه تحدد قيمه الدعوه، تمام، وترفعها قدام مين، تمام. طيب لو دعوه انا رافعها قدام خصوم كذا خصم، عديد من الخصوم، هل لازم يكون في ترابط قانوني غير تقدير قيمه الدعوه؟ لازم يكون في سبب قانوني وتضامن بين ذلك الخصوم بين بعضهم الاخر، تمام، زي ما برفع دعوه، تمام، ببطلان عقد ارض زراعيه او غيره على ورثه فلان وفلان وفلان وفلان، تمام، كده في سبب قانوني ناشئ عن انهم ورثه المالك لتلك العين او الارض محل النزاع والمطلب فيها فسخ عقد المحرر او بطلان عقد البيع او الاجراء او غيره، تمام. فلازم يكون في، لو فات كذا خصم، لازم يكون في سبب قانوني مترابط بينهم، والا اصبحت الدعوه غير مقبوله شكلا، تمام. يعني انت لو بتحضر ولقيت الحاجات دي قدام خصمك على طول الف ب ادفع عدم قبول الدعوه، ماشي، عدم قبول الدعوه شكلا، او عدم قبول الدعوه لعدم توفر الشرط المصلحه او الصفه، تمام. زي دعوه اسقاط الحضانه، واحنا عارفين ان في قانون الحوالي الشخصيه بيتم مناقشته حاليا بقاله اكتر من سنه في مجلس النواب واللجنه التشريعيه، وبيتم مناقشته امام الهيئات المجتمعات المدنيه والهيئات والاحزاب، وهو نزل مشروع فعلا ومنتظر انشاء ذلك القانون في خلال هذه السنه باذن الله. طيب اسقاط الحضانه مثلا، دعوه الاسره، طيب انت كاب عايز تسقط حضانه، او انت فاهم، او انت كالطرف الغير حاضن عايز تسقط الحضانه على الحاضن، طب اختصم مين؟ تمام، طبعا القانون حدد لنا التسلسل، تمام، للحضانه، تمام، والسلسل الحضانه دايما وفقا للقانون
10 سنة 2004 حدد الحضانة لمين؟ المرأة، تمام؟ من أم الأم، أم الأم، أم الأب، تمام؟ شقيقة الأم، شقيقة الأب، تمام؟ إلى التسلسل للآخر، ماشي؟ طيب أنا عايز أرفع ضد مين؟ أنا كأب هرفع ضد مين؟ هرفع ضد الغير حاضنة الأم، تمام؟ ها؟ هرفع ضد الحاضن. طيب في الحالة دي، في الحالة دي هل أختصب أم الأم، تمام؟ ولا أختصب وأختصب وأختصب أم الأب معاها كمان، هعمل إيه؟ ها؟ لا أنا ما برفع دعوة، تمام؟ قبل ما أرفع دعوة أسرة من هذه النوعية لازم يكون لجأت المكتب التسوية وإلا تقضي بعدم قبول الدعوة. طيب أنا أنت رفعت مكتب التسوية وده اللي بيحصل غالبا، رفعت ضد الأم الحاضنة، تمام؟ ورحت دافع دعوة أو رفع دعوة الصحيفة، ماشي؟ فرفعت دعوة الصحيفة فوجئت بعد كده، تمام؟ بعض المحاكم كانت بتتجه، تمام؟ إلى عدم قبول الدعوة، تمام؟ ليه؟ عشان انت ما اختصمتش ما مراد اختصامه وفقا للنص عليه القانون، تمام؟ في محاكم اخرى اتجاه تاني بيأديك اجل لتصحيح شكل الدعوة. طب انت صح شكل الدعوة وهتكون بادخال الام الام، تمام؟ انت عايز طبعا انت كأب عايز تبقى والدتك ام الاب، وهتدخل مين؟ ام الام وام الاب. طيب وانت اساسا ما لجأتش لمكتب التسوية، اصبحت الدعوه غير مقبوله شكلا برضه، يبقى كده الدعوه غير مقبوله، تمام؟ لازم تعمل ايه في الحاله دي؟ تمام، والدعوه مؤجله، تمام؟ لا اما تلجا لمكتب التسويه قبل رفع الدعوه او بعد ما رفعت الدعوه، تمام؟ وخلال نظر وتداول الدعوه بالجلسات، تمام، تروح لاجئ لمكتب التسويه ومختصم ام الام وام الاب. امك نفسها هتختصمها، لا مش الام تيجي 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 هي اللي انت قلت الام، لا الام تقر، تيجي تقر بالضم، لا انت هتختصم ام الام وام الاب، تمام، في مكتب التسويه، وبالتالي وتكون الدعوه متاجله، تمام، للتصحيح. انت طلبت اجل التصحيح ومحكمه اجلت، هتستجيب لك، ورحت اختصمتهم في مكتب التسويه، فهتلاقي دي هتعدي، هتلاقي التاجيل اسبوعين لايت، ما تكون اختصمتهم عدى الاسبوعين اللي هو المراد عليه قانونا في مكتب التسويه، اصبح الدعوه مقبوله شكلا دلوقتي كده، تمام. طيب انت دلوقتي اختصمت الام وام الام وام الاب، طب انا عايز هعمل ايه بعد كده؟ ام الاب هتعمل ايه؟ ما لازم، فانا عايز اخدها الام الاب، تمام. اول حاجه القانون حدد شروط معينه، تمام، للحاضنه توفرها، هم 5 شروط، تمام، خلاص، لعدم تنفيذ حكم الرؤيه، عدم الاهمال، تمام، التزوج باخرى باجنبي، تمام، الشروط الخمسه اللي حددتها. طيب في الحاله دي هيحصل ايه؟ ام الاب هتعمل ايه؟ ام الاصل الاب هتوجه دعوه فرعيه، تمام، بالضم، هتوجه دعوه فرعيه، تمام، في الدعوه الاصليه المنظوره بالضم، تمام، خلاص. فانت بالتالي هتيجي تسقط على الام وام الام، وام الاب هتوجه دعوه فرعيه بالضم، تمام، اصبح دعوتك كده مقبوله شكلك كده، ماشي في اتجاه صحيح، تمام، مع تقدم المستندات المؤيدة للإسقاط أو لعدم توفر الشروط المقررة في المادة وفقا للمادة 52 من الأسرة، تمام، وفقا للشروط الخمسة اللي حددتها، تمام. طيب أنت عايز تثبت، في بعض المحامين بيقعوا في موضوع صعب، إزاي أثبت الزواج بأجنبي؟ والموضوع بقى منتشر قوي، تمام، وممكن يبقى في زواج عرفي أو زواج رسمي غير مقيد بالأحوال البدنية، تمام، بيعملوا بعض السادة المأذين، تمام، ماشي. فازاي اعرفهم؟ لو انت اثبت بشهادة شهود جيرانها او المقيمين حولها بذات العقار او بالعقار المجاور لها في تردد اجنبي عليها، تمام، في تردد اجنبي، شخص اجنبي وبيتم التردد بصفة مستمرة في الزيارات والخروج والكلام ده، يبقى انت كده اثبت عليها الزواج باجنبي، اللي انت كده هتكون عقيدة المحكمة بزواجها بأجنبي بآخر، تمام. وفي حاجة انت ممكن تغيب عنك، اكيد واحدة متجوزة لما جوزها رسمي لعرفي، طيب الرسمي هتستعلم الحول المدنية، بعد ما أزين مش هتعرف تستعلم الحول المدنية، تستعلم منين؟ من الـ من
نيابة الأسرة أو محكمة الأحوال الشخصية، تمام؟ في دفتر المأزين، ودلوقتي الدفتر دلوقتي بقى ممايكن كمان، يعني سهل بتخش بالاسم بالرقم القومي، تمام؟ طيب عرفنا دي نستعلم عليها ازاي. طب انا استعلم على مستوى الجمهورية، انا استعلم في الموطن، استعلم مستوى الجمهورية، لا، في حاجة اسمها إدارة المأزين في وزارة العدل، تمام؟ بتخش بتاخد تصريح من المحكمة، تروح تستعلم في وزارة العدل، هتقدر تعرف، تمام؟ مش حتى لو هي مش مقيدة في الأحوال المدنية، مع إن دي وفق القانون الأحوال المدنية فيها عقوبة غرامة من 50 ل 200 جنيه، تمام؟ عدم القيد بالسجل المدني، ماشي؟ طيب حاضر حاضر. طيب بالنسبة، طب لو في عقد عرفي نعمل إيه؟ أي واحدة جوز عقد عرفي تأكد 100% اللي هيبقى مصدق عليه بالشهر العقاري. اي واحد عايزه بجوز او حصل خلاف فعايز تامن نفسها، تاخد تصريح من المحكمه عن اذا كان في وجود عقد مصدق عليه من عدمه بالتصديقات، والشرع العقاري ممكن برضه هتخش بالاسم وهتقدر تعرف كل حاجه. دي حاجات بسيطه هتغيب عنك، بس انت هتقدر تكشف لك كل قضيه، تبقى عارف ثغرات كل قضيه وتوصل لكذا قضيه، ماشي؟ نعم. عدم تسجيل ايه؟ عقد العرفي، عقد العرفي كلتا الاحوال هيبقى مصدق عليه، تمام؟ مفيش اللي بنسبه 99% من القضايا المتداوله او العقود التي تم توثيقها عرفيا او رسميا، تمام؟ بيتم توثيقها وتصديقها في الشهر العقاري. ليه؟ تمام؟ زي بيقول كده بالبلدي، مفيش حد بيمر بظرف، فاهم، بيقع في ظرف الاخر، تمام؟ فلازم كل واحد بيامن نفسه في ظروف زي دي، وكل دي بيبقى مصدق عليه على اساس التصديق في الشهر العقاري، زي ما بصدق على عقد ايجار، بصدق على عقد بيع، تمام؟ خلاص بيبقى في ده هلاقي ده متصدق عليه في الشهر العقاري اجلا، اما اجلا تلاقي مصدق في الشهر العقاري. لو مش صدق في الشهر العقاري هتلاقي وقت عليه صحه توقيع، ولو صحه توقيع نسبه 99 من القضاه بيدوا عدم قبول في الجواز العرفي في صحه التوقيع، عشان ليه؟ ما بيشوبوا من مخالفات قانونيه بعد ذلك، ماشي؟ وكنت اتمنى اكمل معاكم باذن الله، نكمل في المحاضره الجايه، تمام؟ وبرجه انا هجيب لكم سيديهات فيها جميع احكام النقض الحديثه والهيئات العامه. شكرا.